أي في القاع قوة لا يستهان بها، أثبتت له التجارب أنه لا يمكن أنه هو الاستغناء عنها. الاستغناء عنها، وعليه أن يتعامل معها ويتعامل معها بفهم وتقدير وعدم تدخل، وعدم تدخل في سيادتها الوطنية والإقليمية. فهو يأتي إلى هذه القاعة في المؤتمر وهو محملا بمخاوف وهواجس إسرائيلية. لمسنا أثناء زيارته في إسرائيل، ولعلك شفت البيان الإسرائيلي الأمريكي، وهو بيان أنا شاكر أنك أنت لفتت نظري للنقط فيه، أنا برضو توقفت أمامها بعد ذلك، اللي هي فكرة التركيز على التعاون التكنولوجي وأطلقوا والبحث ما العلمي، يسمى بالحوار التكنولوجي، دي حوار جديدة، مصطلح التكنولوجي. جديد. لأنه إسرائيل تفكر دائما أن تكون متفوقة. طيب، التفوق في الأسلحة التقليدية، دولة زي مصر مثلا استطاعت في الثلاث أربع سنين اللي فاتت في برنامج تسليح إن هي تقليديا تكون قوة، من ناحية حسب تقرير مجلة فاير باور إن هي تقفز من المركز 13 14، وأحيانا توصل للسابع أو الثامن أو صحيح. التاسع في قوة النيران ونوعية التسليح والإنفاق العسكري. هي محتاجة أن تتميز بنوع من القوى المختلفة، هذه القوى المختلفة التي يدخل فيها الروبوتكس والبحث العلمي والذكاء والليزر الاصطناعي والبالليزر والذكاء الاصطناعي وكل هذه الأمور. أعلى دولة في العالم عندها مثل هذه القوى يمكن التعاون معها هي الولايات المتحدة الأمريكية. فإسرائيل الحريصة على مصادر القوة تذهب دائما برؤية مستقبلية علمية ذكية إلى أين تكمن القوة، وهذه القوة موجودة في البحث العلمي في مجال التصنيع العسكري الأمريكي. طبعا إسرائيل لما بتراهن على هذا التيار هي بتراهن على جانب جديد من الإنفاق العسكري داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية في البنتاغون. هو ده البادجت، الميزانيات جاية كلها داخل البنتاغون على السلاح الذكي. فهي لما بتخش في ده بتخش داخل المؤسسات وبتجند هذه المؤسسات لدعمها على أساس إن هي الزبون الأول الذي يتعامل في هذا النوع من التسليح تقنيات. وهذه صحيح. التقنيات وهذا النوع من التعاون. نيجي بقى للنقطة الثالثة اللي هي موجودة، هو على مدى القصير اللي هو موجود يعاني من إشكاليتين. إشكالية أولى لا علاقة، هو ملوش ذنب فيها حرام، يعني لا ألوم أحدا ولا أعايره ولا هم لا هزو ولا شماتة، وهي أنه وصل من العمر، أصبح في خريف العمر وأصبحت قدرته على التركيز وعلى الطاقة وعلى العطاء محدود بحكم السن. يعني هم يعني هو الراجل سنه كده هتعمل معاه ايه؟ لكن احتمالات أن ينظر إليه على أنه الرئيس المقبل الذي يمثل مستقبل غير الولايات موجود. المتحدة الأمريكية أو الحزب الديمقراطي الشاب، لا مش موجود. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الإشكالية الثانية أنه لماذا تعطي، يعني اللي مجتمعين في الأوضة أو اللي في إسرائيل لماذا يراهنون على رئيس احتمالات أن يبقى معهم السنوات المقبلة محدودة وضعيف. محدودة وضعيفة؟ فدايما الرئيس الأمريكي هو حارس لتعهداته، وبذهاب الرئيس الأمريكي تذهب التعهدات. صحيح أنت بتعمل اتفاق مع دولة وبتعملها مع نظام، مع أكتر دولة تحسب أنها مؤسسية وديمقراطية، لكن لكن الواقع في بيقول غير نهاية كده. الأمر الرئيس هو يحرس هو ده تعهداته واتفاقاته في الولايات المتحدة. هكذا علمنا التاريخ.